صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد أنه من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر أم لا بد من التوبة؟ أن الله إيش؟ يقول صلى الله عليكم: فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر؟ هذا يستغفر الله، وهذه توبة، لمن تاب من الكبائر تاب الله عليه، هذا معناه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه من الكبائر والصغائر. لكن الكلام في الذي صاحب الكبيرة الذي لم يتب، صاحب الكبيرة التي دون الشرك ولم يتب منها، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم.